المركز الوطني للأرصاد توقع انخفاض عدد العواصف الغبارية والرملية على المملكة خلال فصلي الربيع والصيف هذا العام. إن شاء الله إنه جميل جدا كجمال هذا البلد. هطول الأمطار كان جيد والبرامج المنفذة تزداد يوما عن يوم. نتوقع إن شاء الله أنها تكون إما أقل من المعدلات أو وفق المعدلات التاريخية. العواصف الغبارية انخفضت بشهر يناير بنسبة 72%، وفي شهر فبراير انخفضت بنسبة 30%، والرياض سجلت بعام 2023 عاصفة غبارية واحدة بشهر أبريل، وفي شهر يونيو ويوليو لم تشهد أي عاصفة غبارية. الضرر ليس من الغبار نفسه، إذا كان الغبار طبيعي الضرر أقل، الضرر هو يأتي من النشاطات الإنسانية أو التلوث الذي يحمله الغبار، هذا اللي ممكن يأثر، وهو طبعا دقيق جدا لأنهم الآن يدرسون اللي هو البي إم واحد ميكرومتر، هذا اللي ممكن يدخل إلى داخل الجهاز التنفسي ويسبب قدر الله أمراض. ضرر العواصف الغبارية يأتي من الأنشطة الإنسانية والتلوث الذي يحمله الغبار، وفي المملكة ولله الحمد 70% من الغبار طبيعي وخالي من الملوثات.